identifier pour le rappeler. مصالح أمن ولاية سطيف تركز عملها أيضا في مجال محاربة الجريمة المعلوماتية وتسعى إلى كشف هويات كل من ثبت ضلوعهم في الترويج عبر الفضاء الأزرق لأخبار مغلوطة أو معطيات من شأنها أن تزرع الهلع والخوف وسط المواطن. في هذا الصدد فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بأمن ولاية سطيف عالجت ما يناهز 20 قضية بالتنسيق مع مختلف فرق الشرطة القضائية التابعة لأمن الولاية.